ويلكم باك اجين. ليه مستورد؟ ثلاث كلمات منتشرين بس ما بيفيش الدقه المتناهيه في نطق الكلمات دي. ونبص مع بعض للغلطه اللي بنقع فيها. اول كلمه يا جماعه اللي هي شهر مارس، معظم الناس يقول لك مارش مارش، لا ده مارش بالاس اتش في النهايه كده، انت قلتها اس اتش ودي معناها مستنقع، لكن النطق السليم مارش مارش، يعني السي اتش بتنطق اتش مش شا، يبقى مش مارش مارش، تمام. وبرده كلمه البحث ودي متداوله على النت بنقوله سيرش سيرش سيرش، لا ده اخرها سي اتش ما بتتنطقش شا، بتتنطق اتش، سيرش سيرش تش تش تش، ابدا بته ساوند اكن في ته قبل الشين مش شا تشا. والكلمه برضو المشهوره المتداوله اللي بعضنا بيقرا غلط كلمه غدا بنقوله لانش، لا هي لانش لانش، يعني بعد الان خش على تي ساوند لانش لانش سيرش مارش. لو استفدت شير في الخير. At the end of our video, I hope to understand everything I've just said. See you later. Goodbye, everybody.